قبل فتره كان خليناك تصور لنا اسرار قبل شو اسمه قبل التجاعيد. انا عمري مو 60 سنه عشان تخفيني تجاعيد، بس هو كان المفروض ان نجيب الكويت ونوديه حق عياده محمد عبد جار الله. زين انا بسالك سؤال، يعني قبل شوي لما كان قاعد يقول لك انت مغموض ومضايق، هل في احد كان ينتقدك او يعني بالعائله او برا العائله انه يقول لك انت ايش قاعد تسوي او شنو هذا انت فاضي او والله يعني ما ماكو شغل انه ماكو شغل شوف لك شيء افضل احسن من كذي؟ من ناحيه الانتقاد بالتصوير بالعكس انا اشوفه مفيد من اي شخص كان، لان الناس اذواق. من ناحيه ان كتصوير بالكويت شوي صعبه يكون، يعني مو متقبلينه؟ مو متقبلينه، يعني متقبلينه او عشان ما يعطونكم اماكن تصاريح تصورون بكل مكان. تصاريح شويه كنا نعاني منها، بس الحين يعني بيت الاذان الشيخه فرح فواز الصباح مو مقصره ويانا، قاعد يجيب لنا التصاريح يعني. زين ناصر وين يعني انت تقول حق المصورين في يعني في وايد ناس يعني عندهم كاميرا، عندهم موهبه تصوير، بس يقولون؟ بالكويت ماكو مناظر اللي تلفت الانتباه، ماكو مناظر. واحد اللي معروف المصورين في مستشفى الامير القديم. يعني ابي تقول لهم وين اماكن حلوه عشان يروحون يصورون؟ يعني كلمة حق المتابعين اللي يصورون بالكويت في وايد اماكن يعني. مثل عندك الدوحه مثل ما قالت، مستشفى الامير القديم، المسيله، يعني تبدي من المسيله. ارد على مستشفى الامير القديم، ترى يعني هو مكانه حلو حق التصوير، بس شنو المشكله؟ كل من قام يصور فيه لا خلاص. لما تروحين بالليل يا اخي حطوا اضاءات حق المصورين، يعني ما راح تفرق، يعني لازم واحد تجيب اضاءتك وتجيب شغلك وكاميراتك. يعني عارف هاي الشباب انا مسوين افلام قصيره داخل هالمستشفى، بس شنو يعانون؟ مراوح وحار وقته ومكان كنا مهجور يعني. ليش ما تخلون المكان ترتبونه تهيئونه حق اللي يصور او كمكان مهجور يبي او كباك جراوند حلو او كاي احد يبي يصور فيه، رتبوا هالمكان ما راح يضر يعني. يعني هم هذا عتب ابي اوصله انا. ومن بعد الاماكن يعني مسيله تقريبا البحر كله، وحتى صوب شارع الخليج في اماكن وايد يعني بالكويت. البحر انا واحد من الشباب كان بيصور يم المجلس حمود، توه بيصور ولا تي له السياره ايش قاعد تصور؟ عرفت على بالهم انه قاعد يصور اماكن يعني يمكن تضر الديره، فعلى طول منعوه قالوا يا توخر عن المكان يا يعني تلك امرتك. يعني ايش يعني الشيء اللي راح والله العظيم هذا يم المجلس، شنو الشيء اللي ممكن يضر لو يخليه ما مرت عليك السالفه؟ وبعدين صارت بواحد من ربعي انه قاعد يصور قدام المجلس، بس الحين يعني نقعه الشملان موجوده فنصور منها تطلع تقريبا من مجلس الامه للبنك المركزي. ما يرضون تصورون برا المجلس واحنا قاعد نشوف كل بلاوي اللي قاعد تصير داخل المجلس؟ بعد ما شفنا عقليه صايره. السالفه قدام عيني صارت انا. يطلعون قوانين صراحه. يعني ما في لكم هيئه مثلا مصورين خاصه للمصورين تساعدكم بشغلكم باموركم؟ هيئه ما في، في مراكز نوادي. هيئه بالكويت حق المصورين ما سمعت فيها ولا شفتها. اكيد يعني موضوع المصورين هذا موضوع راح اتكلم عليه اكثر، بس نطلع الفاصل وارد لكم. ناصر الحسيني، اتوقع ناصر عندي سؤال لك، وين دولة يعني ودك تروح لها تشوف الاماكن او المناظر وايد تخدمك في تصويرك؟ ايطاليا اتوقع، زلمسي والمالديف كتصوير لاندسكيب يعني وايد ناجحه. يعني وين الدول اللي ودك المالديف؟ وين؟ لا ما اسمع. المالديف وزلمسي. انزين انت ما رحت هالدولتين ولا زلمسي رحت لها بس كانت وياي الكاسيو فما خدمتني عدل. والمالديف اصلا المالديف لا ما رحت للحين ما رحت. انزين الحين انت بالفتره هذه ما فكرت ان انت تنمي يعني تطور من نفسك وتقول ان انا ما ابي بس اكون ان انا موهوب، ان انا والله بس اصور شيء، افتح لي مثلا استديو صغير تصور فيه ناس وبنفس الوقت منه تستفيد ومنه يعني تبرز يعني خبرتك والشيء الحلو اللي انت قاعد تصور فيه؟ يعني صورك جميله صراحه انا شفتها صراحه. الحين يعني طبعا اول ما واحد بيدش التصوير يجيب باله تصوير للاستديو، يشتري معدات مكلفه تقريبا المعدات، فيشتري معدات بعدين ما يشوف نفسه. يعني انا دائما لما اطالع الاستديوهات اللي ندشها ترى ما اشوف شيء، اشوف نفس الكروما وحاطين ستاير وراها اللي هي اسود يعني بيج هذا، واشوف وشوف اي ولا وشوفي تلاحظين اسرار هذيل الاضاءه عرفتيها
اللي صار شيء كنا مالت فلاش اي بس شيء يعني ويحط الكابات او يحط ويقربهم ويردهم ويصور فوتوشوب يلعب دور ما ادري اي والفوتوشوب انت هذه شغلتك يعني فليش مستصعبه يعني شنو الشيء اللي تحسه يعني حق الصوره الاستديو يعني كصوره يعني بنطلع فيها كتكنيك مو بعدد الفلاشات يعني دراسة الفلاشات نفسها يعني قبل فترة أخذت دورة ببيت لوذان دورتين تقريبا أو ورشتين خلينا نقول عند نصير بهبهاني والثانية كانت عند صادق الموسوي وجه له محلة بس يعني سوري بس اللي يكون يعني يكون عندهم استوديو مو شرط إن كل صورهم تكون بالاستوديو يعني ممكن ناس تقول لك أنا أبي برا فيعني شو المشكلة دام إن أنت هالشغلة شايفها إن هي هواية عندك ليش ما تخليها باب رزقك بعد يعني باب يدخلك مدخول كل شهر مثلا شو المشكلة؟ أنتوا قاعد تشوفون إحنا أغلب أو يعني الوقت إن أنت لما تدش على أي مصور مو كل المصورين تشوفهم بروفيشنال حتى تلاقي فيه أشخاص عاديين يعني صح اللي أكثر اللي شيء قاعدين ورا الكاميرا ويقول لك يلا مثلا طالع عادي وخلي راسك سيده يقول لك مين وهذا الاستوديو حتى انت طالع نفسك بالصوره تقول شنو هذا وتروح مثلا مصور محترف كمصورين المعروفين تقعد نفس الصوره بس هذا مطلعك بشيء الله واو انه يعرف شلون يصورك والثاني مصورك وهذا خذ فلوس منك وهذا خذ منك فلوس فليش ان انت ما تسمع حمود يعني بالكويت احنا عندنا ثلاث استديوهات مشهوره يعني معروف عنها كان الشباب الكل قاعد يروح لها يعني لا اسمه لا سمعته ما يذاكر يعني ما نبي يكون دعاية حقهم بابرازي طبعاً ده يعني مثلاً من أشهر المصورين اللي موجودين قبل بالكويت لا استديوهات الصباح يعني مصور الصباح هذا من أول مصورين اللي كانوا ثلاثة أربعة أيام قبل هذا عتيج هذا عشاني أنا نفسي صباح عندنا معرفي عندنا أنا بالسؤال الأخير حق ضيفنا يعني عندنا عتب عليك يعني الصور الوطنية وين هي ليش ما صور مثلاً كصورة العام الكويت أو كأيش على الصور الوطنية صور كبيرة ما شفنا عندي صور وطنية ما شفناها تو كناس وكذي حطيت صورة واحدة تقريبا هي اللي صورتها صوب نقعة الشملان من مجلس الأمة للبنك المركزي تكون بانوراما هي ثلاث صور نبي هالصور الوطنية نبي ان الوطنية بديرتنا أكثر يعني قاعد أشوف أواخر الأيام قاعد تمر بأزمة يعني في ناس قاعد يشكون وطنيتهم وعرفنا هالناس على العموم طبعا يعني يعطي العافية يعني ما ندش نقول لك بس شاكرين لك وايد صراحة وما قصرت على الاستضافة الحلوة هذه والوقت ما شاء الله عليك يعني مشى وياك سريع ما حسينا بالقعده الحلوه هذه معاك اذا في عندك كلمه او شيء حاب تقولها قبل طبعا نختم وياك شنو عندك شيء تبي تقوله حق تلفزيون الشاهد وحق الناس اللي قاعد تتابعك بالتويتر بالفيسبوك يعطيكم العافيه على الاستضافه وبس احب اشكر يعني نادي بيت لوذان كل اللي فيهم وعلى راسهم الشيخ فرح فواز الصباح أكيد أحلى تحية أكيد أحلى تحية وإحنا شاكرين لك ويعطيك ألف عافية أتوقع أن في عندنا تقرير أسرار طبعا راح تبدأ تقريرها طبعا اليوم عندنا تقرير إن شاء الله يعجبكم بنات مشكور على حضورك اليوم ويانا وإن شاء الله ولا تمشي طبعا لأن نبيك تصور وطبعا أنت اليوم راح تكون ويانا موجود حق إن شاء الله راح يكون في مجلة اسمها بنت الخليج انت راح تكون المصور حق المجله هي بنات شباب شوفوا الصوره بنات شباب ان شاء الله لما ينزل العدد اوريكم وشوفوا احتراف الفنان ناصر الحسيني بهالابداع بالتصوير ان شاء الله يعجبكم طبعا اكيد راح نطلع الحين فاصل تقريري ونرجع لكم Alright, you guys, before I announce the winner, I just want to say thank you so much for joining. And for those who didn't win to this giveaway, please don't lose hope because I decided to do another giveaway of the same prize, same rules, same everything. Yes, you heard me right, guys. Another giveaway of this bag. So make sure to check the description box for rules and regulation of this giveaway. And don't forget to follow my Facebook and Twitter for more updates and stuff about me. Now for the winner is Love for Riri Navy. Congratulations. Thank you guys again for joining. Good luck. And I will talk to you guys very, very soon. Love y'all. Mwah.
تقارير إن شاء الله ينعرضون بعد شوي، هذا تقرير واحد منهم إن شاء الله إذا في وقت ينعرضون. شو التقرير؟ شنو تقرير؟ هذول كوليكشن فيكتوريا سيكريت اللي سيت فيهم العطورات الكريمات مع الجنطة؟ مع الجنطة قلت مع الجنطة ايه. انزين حبود اليوم يبينا نروح المطار ناخذ لهم. عندكم مارينا، عندكم افنيو، عندكم المطار ترى بمارينا. اوكي بس كلك شي المطار اخي انا وياه حابين نروح المطار. عندنا سوق شرق دبنهامز شايف في سوالف فيكتوريا سيكريت الحلو فيها انا يعني انا احبها. ليش احبها؟ بالصيف يعني لما تروحين تشترين ترتاحين نفسيا. هي لك ست انزين شو اسمه يكون في العطر مال الجسم البادي سبراي، ويكون في البرفيوم، ويكون في الكريم، يكون في ديودرنت، يكون في مثلا يحطوا لك مرات ليفه، يحطوا لك اشياء وايد انه كلها حق الجسم. مداتك كلها ليفه وتنظيف وتسبيح وتغسيل وتحميم وتعطيل. خلي البنت تتكلم. فينا في مرات يبون قولي حبيبتي قاعد اسمعك انا. اسمعي بس احلى شيء بالموضوع ان الالوان وايد حلوه صراحه، البنفسجي والوردي. انا عندي الوردي بحر. عندي الوردي وجربت البنفسجي، انا جربتهم كلهم حلوين. الحلو بعطورات كلهم فواكه فيكتوريا يعني سيكريت كيوي ليمون كلها فواكه وكلها عطورات بارده. لا غلطانه انت، الحلو بعطورات فيكتوريا سيكريت انها كلها سيكريت يعني بالسر، كل شيء يسوونه بالسر ما حد يعرف. ما له شغل. بلى والله هذا شرد عليك. مو بس كولكشن شرد عليك. الموضوع مهم هذا. انزين طبعا بس الحلو بفيكتوريا سيكريت انه عندهم هذا سوالف ما تطلع حق احد. سوالف العطورات مع عطورات حق البحر حق الصيف حق التان، بدل لا تروحين تشترين عطر قوي. وطبعا هذه المسابقه مو متوفره بالكويت لان بالكويت ما يطلع من المحلات شيء ولا هدايا من شيء. خلينا نشوف التقرير الثاني ونرجع لكم. منو قالك؟ Your bags and leave this town. I don't wanna see you coming round. No, I don't wanna waste my precious time again. With the Star Trek sticker on your Cadillac, I don't wanna see you coming back. No, I don't wanna see your gloomy face again. Waiting takes more time. Stop sign wasting time when I'd rather be speeding on the 99. This relationship just won't shift out of neutral. You say that you'll be ready soon, but I've already heard that tune, and I don't think you're ready for a new role. Waiting takes more time than letting go. Your car or hop a train, call a cab or fly a plane. I'm sick of waiting in this intersection. Waiting takes time and I ain't gotta got my shirt all buttoned and my shoes all knotted, and I gotta start moving in something.